رحمة الله وبركاته. معانا مركز التدريب بتاع العمور اللي بيعملوا زينك. طبعا معلش التدريب متلخبط فيها شوية، بس احنا طبعا جيت لكم النهارده في حلقة جديدة، حلقة جديدة. تعالوا كده هنوريكم معجزة، هنوريكم معجزة كده حصلت في المزرعة. مش عارف حصلت ازاي، بس يا رب عشان احنا من خاطره يا رب ما تحصل فينا حاجة، يا رب ما حاجة تعدينا ولا بتاع. طبعا الخرفان لسه حاجة جايلها النهاردة، بس انا من زهق ما فيش بقى كلب اللولو. تعالوا مع بعضنا الحمام. طبعا فين بقى الحاجة دي؟ هنطلع واحدة 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 كده. ايه هنطلع فوق في الغية القديمة اهي، طلعنا ايه فوق. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح ده كده. اوزلا مش هتسرح شيء، انا الصراحة خايف، بس لازم انا خاطر. معلش بقى واحدة واحدة، مش عارف هي هنا ولا لا. خبطوا واحدة واحدة كده، بس باين عليها مش هنا، وخدت عيالها ومشيت. طب هنشوفهم ازاي؟ واحدة واحدة كده، انا مش عارف هي هنا اصلا ولا لا، بس اظن كده اللي اخدت عيالها ومشي. طب ولدت فين ياسين؟ والله هي كانت هنا، مش عارف وديتهم فين. والله كل ده انتوا متعرفوش ايه احنا بنتكلم على ايه، بس انا شايك كل هم لسه هنا، هيروحوا فين؟ ولا حاجاتش تمشي. كانت والدة تحت الخشب ده، مش هنا. طب ولدت فين؟ طيب لا، طب انا مرعوبة يا جدعان والله، وحد مكانها يخاف. بس انا ماشي اصلا على حاجات مش مسنودة، بس انا مش عارف نعدي ازاي ونجيبها لكم ازاي. انا ماشي اصلا على بوس مش مسنود خالص. بص انا ماشي على ايه؟ على بوس مش مسنود ومشيت، خدتهم ومشيت، خدت من هنا وخدتهم ومشيت. طب كرهت فين بقى؟ على العموم نقول لكم ايه، خدتهم ومشي. تيجوا نبصوا كده على الغاية جوه، الغاية دي غاية مهجورة، هتلاقي الفيران بدأت تعكسر، هتاخدهم ومشي. لا مفيش حاجة في الغاية، دي قطة. سجنت صح؟ دي قطة، قطة كانت والدة في وسط المزرعة، طلعت فوق، بس دلوقتي انا مش لاقيها. تعالى طب ننزلوا تحت كده وندوروا بين التبن والكلام ده، مع نفسينا مع بعضينا. هي كده مش في اي حاجه هنا، كده مش في اي حاجه هنا. تعالوا بقى ننزلوا نفتح المكان السري كده اهو. بسم الله، بدل ما اللي جوه جايه نطه في الشنه دلوقتي، الف عليها في المزرعه كلها. عيالها جايبه واحد اسود، معلش عشان نازل ايه بالتليفون، جايبه واحد اسود. هو بقى ايه متشقلب وانا نازل ولا بتاع؟ بس انا معلش عشان نازل بالتليفون، بس نجيب لكم ايه كده. انا نزلت كده الحمد لله، وصلنا بالسلامة من السلم ونزلت. كان انا بننزل درجة بدرجة اهو. يا حلو بقى يا جماعة، بعدين كده نبصوا فين؟ ورا هنا نو، ورا لا، فين تاني؟ بصوا فين، بصوا فين؟ عند البان عليها مشيت من هنا خالص. تيجي بقى نجلب على الدنيا فين؟ عند التبن. عيب القطط بقى ما بتوقفش في مكان واحد، بتفضل بتلف في كذا مكان، تاخد عيالها و ممكن جابتهم عند التبن تاني. ممكن والله ممكن، فين رجعت مكانهم الجديد تاني؟ لا زي ما تقول كده هم كبروا ومشوا. لا مش هنا، ممكن يكون خدتهم في التبن من تحت. تعالوا طب نخش الأوضة أو هنا. لا مفيش حاجة برضو. والله يا جدعان أنا كنت نفسي نوريها لكم. دي أوضة نبص فيها اهي، مفيهاش حاجة، كنت نفسي نوريها، بس ملكوش نصيب بقى.
كريسماس ايف، كانت والدة صغيرين كده وحلوين والله. استبر مفيش حاجة، عارفة انا لو لقيتها بس يبقى كده انا ايه عرفت اللي في العلب ده، او لقيتها هنا. طيب فوق دي طب ثانية واحدة نجيب بوصة ونسوي بيها كده اهي. دي اللي انا جبتها دي. طب هنجيبوها واحدة بس عشان ريحة جوتا تاني، ريحة الجوتا اللي بتقعد في مكان بتبات. طب لا مش هنا، احنا بنهز اهو مش هنا. طب بص تعالى نطلع كده المكان اللي ورا، خليكم معانا ورا شعر الخرفان اللي هنجنهم النهارده هما. تعالوا كده بصوا من هنا، ونزلت فين بس هي تلاقيها في مكان قريب. مش هنا خفيف من بص تطلع مرة واحدة، لا مش هنا ولا هنا. بص لقيت بره، لقيت المطرقة بتاعتنا بره. يبقى خلاص الله عوض علينا، مش لقينا زي ما تقول، لقيت الفيران بتعاكس في عيالها بعد واخدهم وماشية. بس انا مش فاضية بقى تراعي عيالها ولا تراعي الفيران، مش فاضية لها. بس على العموم او لقيتها ولا الكلام ده لازم نبدأ لكم عليها فيديو رسمي رسمي ورا. لا مش ورا، حد شايفها؟ لا مش شايفين. نيكو خليكم معانا كده، احنا مش رايحين في حاجة، احنا موجودين معاهم. خليكم معانا اهي. لا 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 فكرتها هي والله، والله شفت الفرن هي مش هنا. ممكن يكون مستخبية يعني. بص يا جماعة مخاطر يعني، ممكن اقل حاجة افعى ولا بتاع تطلع والله عوض بقى عليا. خليكم معانا. الشجر طيب؟ لا. طب عنب؟ طب لا لا مش كده. العبيد ده من شايفه من بعيد، مش كده العبيد دي تكلب تدريب. بس 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 الكلب اللي هناك ده نوضح لكم عليه، ابن شارون اللي واقف ده هناك ده ابن شارون. بتدور عليا، بتدور على مستخبي، مستخبي بتدور عليا. ما عندكش دم على من تصوري وانت عمال تدور عليا يا سي يا سي. انت بتصور فيديو؟ فرشة فرصة ورا ليه؟ فرصة مش ورا، فرصة جوه. يا جماعة طبعا زي عليا يعني، زي ما كنت بندور على القطة ما لقيناهاش. في فرص كانت فرصة جوه، كانت والدة فوق بس طلعت ما لقيتهاش. زي ما فوق زي ما تقول عيالها، عيالها خدتهم ومشيت. والدة هنا يا ابني، ما طلعت من هنا لما لقيت على ده كان يامر، طلعت على التبن ده. بعدين لما لقيت ده كان يامر هيطلع فوق. هنبص على الفرس. اوعى تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. هنبص على الفرس. سلام. احلى ناس. عايز نجيب الوش بتاعها. بص يا جماعه النهارده دلوعه ظبطناها، ركبنا لها الوش لسه شاريينه النهارده. الوش بتاعها اهو. بص وش يا جماعه بتاع سهرات اهو، سهر. ها 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 وريني يا سي. استبر استبر لما نايمت ودانا مالها نايمت ودانا بالعسكر. لا عمرها ما تلفزك يا سي. اوعى تنسى الاشتراك. هذه يا جماعه دلوعه هي النهارده، حلقنا لها وعملنا لها استشوار وحميناها وظبطناها وجبنا لها وش جديد. بس تهزرش يا بص، هو عايز تبص عايز تعضه. عدي يا بت عمرها ما تعديها.
انا نفسي نفسي دلوعة تعدي يا سيا. عدي يا بت، عامل اهو اهي، عدي 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 عدي. عديت من الصدقين جامد قوي. بصي اوف اوف، بس انا هعمل كلمه الفيديو مش عارف ايه الطوم. زلابطة. بص 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 بص، زلابطة والله. عايزين ندربه خرفان. زغنوني الزلم حلو. ايوه ايوه، على الشعر وسنينه. مفيش احسن من دلوع، عسل، حلويات دلوع. بص كده، بص يا سلام على الاكسسوارات اللي لبسته النهارده. بابا ايه الحلاوه دي؟ العجل فتح العجل. عايزين بقى يا جماعه دلوع كده، ربنا يكرمها ونجوزوها كده جوازه حلوه من فرس يكون حلو. نجوزها من كلبش عشان نمسكه كده منها حاجه حلوه. ماما انت وانت بتخلي في الرابع، ماما دول عشان نمسكه منها. ماما دلوعة زعلانة عشان هي حلقت. حلقات الجاية كلها يا جماعة هتعرفهم احنا هنعمل ايه مع دلوعة. دلوعة دلوقتي كل يوم هتمشي معانا وتتفسح معانا، مرة ياسين، مرة يوسف، مرة بنور. هيسردوها ويطلعوا بيها كده، يفسحوها في بقها خالص ويعملوها. تحياتي لكل الناس الجميله، الناس المشتركه. اوعى تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم. اوعى تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. وسلام.